كلمتين، وهذه الكلمتين راح أشكرهم في أستاذي عبد الوهاب عبد الله آدم بوس. شكرا لك من أعماق قلبي على إعدائك الدائم يا معلمنا الغالي، فأنت تستحق التكريم دائما، ونحن بحقك مقصورون. شكرا معذرة بريحة الفل والريحان، أقدمها لك لكل ما فعلته من أجلي، مساعدتك لي في كل ظروفي وفي عسري قبل يسر. أتمنى بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى من الله أن يعطيك صحة وعافية، لأنك شخص تستحق كل خير. لا أستطيع أن أقدم لك عمري كنوع من عرفاني بالجميل والتكريم. ما كنت أبخل عليك به ولو لحظة، إلى من ضحى من أجلي بكثير وتخلى عن سعادته في سبيلي وراحتي وسعادتي. أتمنى لك كل خير، أن تعترف بفضل شخص ما عليك يعبر عن حسن خلقنا. لذلك لم أختل في تعبيري، أنا أتمنى لك، فأنت تستحق هذا التكريم الدوم. ضحيت من أجلي بكثير، وعلمتني كثيرا من قيم ومبادئ، ووقفت بجانبي في شدتي ورخائي. فأقل ما يمكن أن أقدمه لك هو اعترافي بك بمعروفك. فشكرا لك يا أعز الناس.